أول شيء الحمد لله رب العالمين، بنبارك لجمهورنا اليوم اللي سندنا. صراحة هذا الفوز بلش من الجمهور مش منا، احنا أدينا اللي علينا في الملعب. صراحة بدي أحكي كلمة حق للزلم اللي هون اللي حكى لنا قبل المباراة إنه هاي مباراة تنزل فيها بتستمتع فيها، يعني مباراة نص نهائي كانت بالنسبة لنا، لكن احنا صراحة صنع فينا ثقافة الفوز، وهذا الفوز بنهديه للشعب المغربي والكوتش هون. الحمد لله رب العالمين انه احنا هسه بالنهايه، وهي رد لكل واحد انتقدنا صراحه.